Bismillahirrahmanirrahim. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرة الأسبوع الثاني عشر راح تكون عن Special Sensation. الأسبوع السابق احنا شرحنا Somatic Sensation, Pain, Temperature, Touch and Deep Sensation. اليوم أتكلم على Special Sensation بأنواعه. السلايد هذا احنا شرحنا جزء منه في المحاضرة السابقة. ايش هي Special Sensation؟ هي عبارة عن sensation reaching the central nervous system through specialized cranial nerves, مثل sense of smell, حاسة الشم, sense of vision, النظر, sense of taste, التذوق, and sense of hearing and equilibrium, والسمع والاتزان. كل هذا تابع ل special sensation. sense of smell, حاسة الشم. متذكرين لما شرحت الكرينيال نيرز انا ما شرحت فيهم العصب الاول والثاني والثامن؟ اتفقنا راح نشرحهم في محاضرة special sensation. اليوم وصلهم الدور. sense of smell, لما اتكلم على sense of smell انا بتكلم على olfactory nerve, العصب ايش الاول. olfactory nerve من اللغة اللاتينية to smell, ليه؟ لأشم. الفانكشن تبعته special sensory nerve, the main function is sense of smell. olfactory tract located in the anterior cranial fossa and attached in the inferior surface of frontal lobe. What's the function of smell? ليش وظيفة السميل, حاسة الشم؟ Determines the flavor of food together with taste, touch and thermal sensation. يقول مهم جدا عشان طعم الاكل. مع ايش؟ مع التيست, تذوق. مع ايه؟ مع اللمس, مع الحرارة. يعني بنفع اكل لحمة تكون طالعة من الفريزر باردة مش طيبة, او اكل سلطة سخنة, او ناكل برد او بوزة تكون سخنة في الشمس. يقول مهم كله الثيرمال سنسيشن كمان مهمة. It essential for gastrointestinal functions. يعني بيكون مروحين من صلاة الجمعة وشمين ريحة الحجة عاملة او الوالدة عاملاك واكل ومرتب وريحته طالعة برا. انتوا ايش بيصير فيكم في الحالة هذه؟ بتشتغل الانسولا. الانسولا بتعطي اوردر للسليفري نوكلياي ان ذا برين ستيم. السليفري نوكلياي بيعطوا للباراسمباثيتك جانجليون ان ذا هيد فور سليفري جلاند, بيصيروا تريلو وانتوا ماشيين تريلو وانتوا لسه ما اكلتوش. يبقى الشم عن طريق الشم شميته. غير هيك شميتوا الاكل بيبدا يستعد للمعركه. مين؟ الجاستريك, الاستومك, بيبدا يفرز العصاره, تبدا تجهز حالها المراره, الجولي بلادر عشان ايه؟ تجهز حالها تخرج العصاره لل 12. يمكن كل هذا مرتبط بحاسه ايش؟ حاسه الشم. يمكن لو انا شميت بتسمع بيبدا المعده تتحرك, الامعاء تتحركوا يشدوا حالهم ويجهزوا حالهم لانه في اكل زاكي واصل لهم. يبقى هذا بدايته من الشم. الشم essential for gastrointestinal function. It is necessary for avoiding dangerous liquid or substance. انت بدك تشرب ميه من ازازه ومش عارف الزجاجه هذه فيها ايش, نوع الميه فاسده مش فاسده, ممكن كلور. بشم دائما الواحد بشم الريحه لانه ممكن يكون كهرب قاطع ومسكت الزجاجه مثل ما تروح تشرب كلور بمحكاني الميه. يقول انا شميت ايه, حاسس الشم بتنقذني احيانا. It has a role in sexual behavior. Properties of olfactory receptors. Sensitivity. The olfactory receptors are chemoreceptors. يبقى ايش نوع السميل ريسبتورز؟ كيمو ريسبتورز. ليش كيمو ريسبتورز؟ لانه انا بشم مواد كيميائيه. Discrimination of odorants. The olfactory system
كان ديسكريمينيت اباوت 10,000 اودرا، يقول انسان مقدر يميز 10,000 رائحه. Discrimination of odorance intensity، وانا بميز كمان شدة الروائح، هذه ريحة محتمل شمها، ريحة شديدة جدا صعبة وهكذا. And adaptation، ايش adaptation؟ Olfactory receptors و smell centers are adapt rapidly with continuous exposure to an odorant. مثال جبناه وتكلمنا عنه، اشترينا ريحة عطر غالي ماركة كويسة، حطينا أول يوم شميناها، بعد ساعة أنا بطلت أشمها، بقول والله ضحك علي، أخذ 300 شيكل وعلى الفاضي، طلعت إيه فيشنج، هذه الريحة مضروبة صيني، تمام، زي فيروس كورونا. أوكي، لكن اللي حواليك كل ما يدخل واحد غرفة بيقول لك إيش الريحة الحلوة اللي حطها وأنت مش شممها، إيش حصل؟ أنا عندي حصل عندي adaptation، حصل عندي تكيف adaptation لهذه الرائحة. odorant binding protein، odorant binding protein، ال كيف بصل وبنشم الرائحة، كيف بصل الأودر وبنشمه؟ these receptors are protrude through the membrane of nasal cavity. يعني وين موجودين smell receptors؟ smell receptors موجودين في nasal cavity، في superior nasal cavity. They bind to the odorant، يبقى بيتحدوا مع الرائحة مع chemical substance forming complex، بيكونون complex. يبقى ان receptors بيتحد مع الodors وبيكونون ايه؟ complex، بنسميه odorant binding complex او odorant binding protein. هذا بيؤدي الى ايه؟ opening of sodium channels، بيفتح الصوديوم channels، بيحدث عملية partial depolarization او بنسميه receptor potential، شرحناه في المحاضرة السابقة. هذا العملية عملية الريسبتور بوتنشال او بارشال ديبولاريزيشن، بعد الاشارة بتنتقل لألفاكتوري نيرف، ألفاكتوري بلب، ألفاكتوري تراكت، لحد ما تصل لوين؟ للسنتر بتاع السميل في تيمبورال لوب، موجودة وين؟ في التيمبورال لوب. باثوي اوف سميل ريسبتورز نشرحه هان. انا شميت رائحة، هاي الرائحة دخلت للنيزل كافيتي، انا دخلت الرائحة للنيزل كافيتي، استقبلها الريسبتورز اللي هم الفاكتوري ريسبتورز، هذا يعتبر فيرست اوردر نيرون. لاحظوا السميل ريسبتورز لها 2 نيرونز، لانها بتروحش للثلمس، بتمرش للثلمس، لها 2 نيرونز فيرست وسكند اوردر اونلي، هذا فيرست اوردر نيرون. الاشاره اجت على السيل بودي، بعد هيك بمروا في سمول فيلامنتس او نيرف، هذول النيرف هم الفاكتوري نيرف، عباره عن 20 filaments on each side، حوالي 20 filament من كل جهة، بيعملوا سينابس، هان بيعملوا ايه؟ سينابس. الإشارة بخدها السينابس عن طريق مين السينابس؟ الفاكتوري جلوميرولي، بعد هيك الإشارة بتروح ل السكند اوردر نيرون. مين هو السكند اوردر نيرون؟ مايترال سيلز. يبقى سكند اوردر يعتبر مايترال سيلز، بيكونون هنا الفاكتوري بلب،
بعدها من الفاكتوري بالب بخرج لنا الفاكتوري تراكت، بيكون موجود في الانترنال كرينيال فوسا، بيروح للتيمبورال اريا، تيمبورال اريا، وبيعطي الرايت تيمبورال والليفت تيمبورال، والليفت تيمبورال اريا. هذا هو باثوي اوف اللي هو سميل سنسيشن، باثوي اوف سميل سنسيشن. بالطريقه هذه انا بكون شرحت لكم باثوي اوف سميل سنسيشن وكيف الانسان بشعر بحاسه الشم. يبقى لو انا اتنفست بالرايت نوزوتريال، اخذت نفس على اليمين، بشعر فيها تصل اشاره من اليمين للبوث تيمبورال اريا، ولو اجينا شمينا من الشمال الاشاره بتصل من الليفت نوزوتريال للليفت تيمبورال ولا الرايت تيمبورال. يبقى هاي عندي فيرست اوردر نيرون زي ما اتفقنا، هما باي بولار سيلز ريسبتورز ان ذا اولفاكتوري ميوكوزا ميمبرين اوف سوبيريور نيزال كافيتي. منهم الاشاره بتروح للالفاكتوري نيرف عن طريق كريبريفورم بليت اوف اثمويد بون، بمروا في شيء اسمه الفاكتوري جروف، وبعدها بيسلموا للالفاكتوري بالب. في الفاكتوري بالب موجود سكند اوردر نيرون اسمه مايترال سيلز. يبقى لو سالتكم سؤال مين هو فيرست اوردر نيرون، راح يكون الفيرست اوردر نيرون باي بولار سميل ريسبتورز. مين هو السكند اوردر نيرون؟ سكند اوردر نيرون راح يكون عندنا اللي هو مايترال سيلز موجود في الفاكتوري بالب. بعدها الاشاره بتروح من المايترال سيلز للفاكتوري تراكت وبتنتهي في التيمبورال لوب. لاحظوا السينابس، السينابس الموجود بين الفيرست اوردر نيرون والسكند اوردر نيرون اسمه الفاكتوري جلوميرولاي. سم اوف اتس فايبرز باس تو ذا اوبوزيت سايد اوف هيمسفير. يبقى بعض الانسجه بتروح على الاذر سيريبرال هيمسفير. يبقى السميل سنسيشن باخذ من كم سيريبرال هيمسفير؟ من تو سيريبرال هيمسفير. لذلك يونيلاترال ليجن اوف تيمبورال لوب، لو حدث جلطه دماغيه في وان تيمبورال لوب او تيومر، doesn't cause of anosmia. كلمة anosmia loss of smell sensation as the sense of smell is bilateral represented. يعني ايش بقول السلايد هان؟ لو حدث دمج في الفص الصدغي من الدماغ temporal loop واحد منهم من رايت او ليفت، حدث مشكلة رايت او حدث مشكلة ليفت، ما بيحدث عند المريض نقصان او فقدان حاسة الشم. ليه؟ لانه حاسة الشم تتجه لايه؟ للبوث تيمبورال لوب. صارت عندنا مشكلة في الرايت، الليفت سليمة بالسد، صار مشكلة في الليفت، عندي الرايت سليمة بالسد. هذه هي كريبريفورم بليت، داخلها في اللي هو الفاكتوري جروف، هنا بيكون الفاكتوري بالب، وبمر بعدين الفاكتوري تراكت، الفاكتوري تراكت بيعطي ابسي لاترال تيمبورال وكونترا لاترال تيمبورال، وهذا نفس الشيء بيعطي ابسي لاترال وكونترا لاترال. فالطريقة هذه انه كل تراكت بيسلم الاشارة للبوث تيمبورال لوب، بوث تيمبورال لوب. هي عندي نيزل كافيتي، هي في عندي هذول الفيلمنتس، هذول عبارة عن الفاكتوري نيرف، هذه الفاكتوري بالب، هنا عندي الفاكتوري تراكت بيسلم الاشارة ابسي لاترال وكونترا لاترال. هنا نفس الشيء، هاي في عندي نيرف نيزل كافيتي، هنا في عندي الفايبرز بتاعت النيرف الفاكتوري نيرف بيسلموا التراكت، قبل التراكت في الفاكتوري بالب فيها سكند اوردر نيرون مايترال سيلز، الاشاره بتروح للتيمبورال لوب ابسي لاترال اند كونترا لاترال. هيك انا بكون شرحت لكم اللي هي سميل سنسيشن، سميل سنسيشن حاسس الشم. الان انتقل لا السكند سنس اللي هو سنس اوف فيجن، حاسه النظر او الابصار. اوبتيك نيرف، نتذكر في الاوبتيك نيرف هان اللي هو انه سكند كرينيال نيرف،
second cranial nerve من اللغة اللاتينية to see. ايش الترجمة تبعته؟ الوظيفة تبعته to see للنظر. It is a bundle of 1 million nerve fibers. هو عبارة عن 1 million nerve fibers responsible for transmitting nerve signals from the retina to the brain. يبقى هو بوصل الإشارة من شبكية العين إلى الدماغ إلى الأوكسيبيتال أريا، وبتكون من إيه؟ 1 million nerve fibers. يبقى الأوبتيك نيرف في 1 million nerve fibers. The optic disc is the front surface of the optic nerve. والأوبتيك ديسك هو عبارة عن المراية بتاعة الأوبتيك نيرف، هي عبارة عن مرايته، هي عبارة عن الـ anterior surface. The function of the optic nerve is special sensory nerve. يعتبر special sensory nerve since for vision. يبقى مسؤول عن ايه؟ حاسة الشم. Pathway of the vision. كيف الإنسان بيشوف؟ أنا بطلع على السلايد، إيش صار معي وقريت صح؟ يبقى أول شيء الإشارة اللايت ريسبتورز هم رودز وكونز أوف ريتينا. يبقى اللي بيستقبلوا الضوء أو بيستقبلوا أي شيء هم الريسبتورز، مستقبلات موجودين في شبكية العين اسمهم كونز ورودز. بعد هالإشارة بتروح لشيء اسمه أوبتيك نيرف، عصب الإبصار، عصب الثاني. بمر في الأوبتيك كانال، بمر وين؟ في الأوبتيك كانال. هلا هاي العصب العين، عصب العين بيكون في عنا هاي عند الايز، هذه رايت، هذه ليفت، تمام. في ميديال فايبرز الاحمر الاوبتيك نيرف، هذا ايه؟ رايت اوبتيك نيرف، وهذا ليفت اوبتيك نيرف. الاوبتيك نيرف في لاترال فايبرز وفيها ميديال فايبرز. الميديال فايبرز الاحمر هذا ميديال فايبرز بيعملوا كروسنج على الاوبوزيت سايد. الليفت هيها راحت للرايت، والرايت راحت لوين؟ للليفت. هذا المكان الكروسنج، هذا المكان بنسميه اوبتيك شيازما. اوبتيك ايه؟ شيازما. يبقى اوبتيك شيازما، اوبتيك شيازما. يبقى الاوبتيك نيرف قلنا بمر في الاوبتيك كانال، بعد هيك النيزل فايبرز او بنسميهم الميديال فايبرز بيعملوا ديكاسيشن او كروسنج على الاوبوزيت سايد، وبعد الاوبتيك كيازم بيعطينا اوبتيك اتراكت. يبقى هذا اسمه ايه؟ اوبتيك اتراكت. بعد هيك الاوبتيك تراكت بروح لشيء اسمه لاترال جينيكوليت بادي. السطرين هذول راح اشرحهم بعدها. لاترال جينيكوليت بادي هي اعطانا لاترال جينيكوليت بادي، هي جزء من وين؟ من الميتاثلاماس. بعد هيك بمروا في البوستيريور ليمب اوف انترنال كبسول، في البوستيريور ليمب اوف انترنال كبسول. هذه بوستيريور ليمب اوف انترنال كبسول، هذه انترنال كبسول، وبيصلونا لوين؟ لاريا 17 18، ومنها بعدين ل 19 اللي هي موجوده وين؟ ان اوكسيبيتال لوب. راحت الاشاره لحد اريا 17 و18
الموجودة وين؟ في الأوكسيبيتال لوب. وهيك بيكون الإنسان شاف الشيء. يقول هذا هو الباثوي أو فيجن. نشرح كمان مرة. في عندي ريسبتورز موجودين في الكونز والرودز، موجودين في شبكة العين. بعدها بيعطينا أوبتيك نيرف. الأوبتيك نيرف في نيزل فايبرز أو بنسميهم ميديال فايبرز، وفي لاترال فايبرز بنسميهم تيمبورال فايبرز. هذا الأوبتيك نيرف بيعمل لنا كروسنج الميديال أو النيزل فايبرز على الأوبوزيت سايد، بعدهم بكونون هنا أوبتيكيازم. بعد الأوبتيكيازم بيجينا أوبتيك تراكت، رايت أوبتيك تراكت وليفت أوبتيك تراكت. الرايت أوبتيك تراكت أو الليفت الفايبر تبعته بتمر في اللاترال جينيكوليت بادي اللي اسمها ميتاثالاماس. هنا احنا كاتبين بمر في الثالاماس، مش كثير يعني، ممكن نشطب موضوع الثالاماس لانه بتروح على الميتاثالاماس. ميتاثالاماس اللي هي لاترال جينيكوليت بادي. الفايبرز بتروح لايه؟ للبوستيريور لمب اوف انترنال كبسول، وبيمروا لحد ما يصلوا اريا 17 18 19. هلا في فايبرز قبل ما نصل لاترال جينيكوليت بادي بيغادروا من التراكت وبيروحوا للي هو النوكلياي تبعات الميدبرين تبعات العصب. مين العصب الثالث؟ الاوكولوموتور نيرف اسمها ايدينجر ويستفال نوكلياس. هذه مسؤوله عن ايش؟ عن اللايت ريفلكس. لو جينا ضوينا في العين، ايش بصير عندي؟ ضوينا في العين هان بصير كونستركشن للبيوبلز على نفس الجهه، بصغر البؤبؤ وكونستركشن على وين؟ على الاوبوزيت سايد. مثل ما اطلع انا من الظلام الى الشمس، وقف، لو وقفنا في الشمس بيجي اشعه الشمس على العين، ايش بيحدث في العين؟ بيحدث كونستركشن للبيوبلز. كيف حدث كونستركشن للبيوبلز؟ صغر البيوبلز عن طريق ايه؟ الاي اوبتيك نيرف كيازما اوبتيك تراكت. سم فايبرز من الاوبتيك تراكت بيغادروه وبيروحوا للميدبرين لنوكلياس اسمها ايدينجر ويستفال نوكلياس المسؤوله عن البارا سمباتيك فانكشن اوف اوكولوموتور نيرف. بتغدينا عضله اسمها كونستريكتور بيوبيلي ماسل، كونستريكتور بيوبيلي ماسل. هذا هو الباثوي اوف فيجن، باثوي اوف فيجن. هنا عندي شايفين اللون الاحمر، هذه هي الاوبتيك كيازم. في ملاحظة ثانية، سبحان الله، لو أنا طلعت هيك بعين اليمين على إنسان واقف، الأبر فايبرز هم اللي بيشوفوا اللور بارت مثل الشجرة المقلوبة. يقول الأبر فايبرز هم اللي بيشوفوا اللور بارت. يعني أنا بطلع محمد واقف أمامي على سبيل المثال، رأسه أنا شفته باللور فايبرز، القدمين تبعته شفتهم في الأبر فايبرز. عكسي. وحاجة ثانية، اللاترال فايبرز مسؤولة عن النيزل فيجوال فيلد، مجال الإبصار، والميديال فايبرز هذه مسؤولة عن تيمبورال فيجوال فيلد. يعني أنا في شخصين واقفين، واحد على اليمين واحد على اليسار، طلعت هيك بعيني، الميديال فايبرز شافوا على اليمين، اللاترال فايبرز شافوا على اليسار. عكسي، الابر فايبرز شافت اللور بارت، اللور فايبرز شافت الابر بارت. هي عند الاوبتيك نير بيمر في الاوبتيك كانال. هذا هو ايه اللي انا رسمته، اي اوبتيك نيرف ميديال فايبرز عملوا كروسنج على الاوبوزيت سايد، هذه اوبتيك كيازم. بعدين بيجينا اوبتيك تراكت، سم فايبرز بيغادروا على الميدي برين فور لايت ريفلكس، لللايت ريفلكس بيغادروا ايدينجر ويستفال نوكلياس اوف اوكولاموتور نيرف. بعد هيك الفايبرز بمروا في اللاترال جينيكوليت بادي، بيروحوا للبوستيريور لمب اوف انترنال كبسول، بمروا في شيء اسمه اوبتيك راديشن عن طريق البرايتال والتمبورال لوب لحد ما يصلوا للاوكسيبيتال كورتكس او اوكسيبيتال لوب اللي هي اريا 17 18 19. وزي ما شرحنا لكم انه عكسي، الميديال فايبرز بتشوف مين؟ التمبورال فيجوال فيلد، واللاترال فايبرز بتشوف ايه؟ اللي هم نيزل فيجوال فيلد. عكسي هنا، عكس بعض. اوكي، لايت ريفلكس،
دايركت لايت ريفلكس. دايركت لايت ريفلكس هاي ايش الدايركت لايت ريفلكس؟ هاي لايت عندي، هاي لايت. لو ضوينا الضوء على عين اليمين، هاي جبنا ضوء وضويناه على عين اليمين، بحدث كونستريكشن في البيوبل، بحدث حاجه اسمها ايه؟ مايوسيس. حاجه ايش اسمها؟ مايوسيس. هذا بنسميه ابسيلاترال، بنسميه دايركت لايت ريفلكس. يعني لايت ان وان اي ليدز تو كونستريكشن او مايوسيس اوف ذا سيم اي. يبقى لو ضوينا الضوء في عين واحده بيحدث كونستريكشن في نفس العين، هذا اسمه ايه؟ دايركت لايت ريفلكس. طيب بنفع انا اقف نص راسي في الشمس ونص راسي في الظله يكون بيوبلز كبير وبيوبلز صغير؟ منظر مش حلو وبيعمل غباش في الرؤيه. شوف ربنا كيف حكيم في كل خلقه. ايش اعطى؟ الفايبرز اللي اجت من الاوبتيك نيرف لللايت ريفلكس، اعطى على نفس الجهه وعلى الجهه الثانيه. يعني لو ضوينا الضوء في العين اليمنى بيصير كونستركشن في اليمنى، هذا دايركت لايت ريفلكس. ولو ضوينا العين نفس الشيء الضوء في العين اليمنى بيحدث كمان كونستركشن في الاوبوزيت اي. اها، يعني انه بصير صغر في البؤبؤ في اليمين والشمال. هي ضويت وين؟ في اليمين، تاثر اليمين، هذا دايركت لايت ريفلكس، وتاثر كمان الشمال، هذا ان دايركت لايت ريفلكس. يبقى ان دايركت لايت ريفلكس لايت ان وان اي ليد تو كونستركشن او مايوسيس اوف اوبوزيت اي. يبقى اذا كان الكونستركشن اوبوزيت اي هذا بسميه ان دايركت لايت ريفلكس. ذا سيم اي هذا اسمه ايه؟ دايركت لايت ريفلكس. ايش الباث واي اوف لايت ريفلكس؟ نفس الشيء شرحناه، الفايبرز تيجي من الكونز والريتنا، كونز والرودز من شبكه العين، بعد هيك اوبتيك نيرف، اوبتيك شيازم، اوبتيك تراكت، قبل ما يصلوا اللاترال جينيكوليت بادي، سم فايبرز بيغادروا الاوبتيك تراكت بيروحوا للميدبرين. في الميدبرين بارا سمباثيتك نوكليوس للعصب الثالث اسمها ايدنجر ويسفال نوكليوس، بيعطوا فايبرز الها على نفس الجهه وعلى الجهه المعاكسه. يعني بيعطوا ابسي لاترال فور دايركت لايت ريفلكس وكونترا لاترال فور ان دايركت لايت ريفلكس. بعد هيك الاشاره بتخرج عن طريق الاوكولا موتور نيرف، الاوكولا موتور نيرف بيروح لسيلاري جانجليون، ومن سيلاري جانجليون بيغذي لنا عضله اسمها كونستريكتور بيوبيلا ماسل، بتعملنا مايوسيس او كونستريكشن. وهيك بكون انا شرحت لكم السنس اوف فيجن. يعطيكم العافيه. الان نعمل بريك وننتقل نكمل بعدها موضوع التيست سنسيشن والهيرينج سنسيشن.